وفي نشرة سابقة أكدت الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للصحة الأولية بوزارة الصحة أن هذه المرة هي الثالثة التي تحصل فيها وزارة الصحة على الاعتماد الكندي، مشيرة إلى أن الوزارة حققت 770 معيارا من أصل 800. الاعتماد عبارة عن عملية للتقييم تقوم بها هيئة تقييم خارجية مستقلة لتقديم مدى توافق المنشآت الصحية مع معايير موضوعة مسبقا من قبل هذه الهيئة اللي هي هيئة الاعتماد. وطبعا تعني هذه المعايير تطوير الأنظمة والإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المراكز الصحية. طبعا احنا الاعتماد الكندي هذه ثالث مرة ولله الحمد نحصل عليه. طبعا الإنجازات كثيرة، يعني عندنا تقريبا فوق 800 معيار لتحقيق، احنا حققنا منها 770 معيار. فطبعا هذه المعايير جميعها لازم تكون متواجدة طبعا موضوعة وتقيم فيها جميع المنشآت. يعني احنا لما نقول ان البحرين او المراكز الصحية في البحرين حصلت على 99.1%، معناها ان تقدر تقيمينها مع جميع المنشآت الاخرى اللي قام بتعيينها الاعتماد الكندي.